مرحبا، هل أنتم بخير؟ أحضرت لكم قصة جميلة من كتاب عقود الحروف. انظروا، هذه هي القصة، سنتعرف عليها معا. هذا غلاف القصة. أول صفحة من الكتاب هو غلاف القصة. انظروا جيدا إلى غلاف القصة. ما هي عناصر الغلاف؟ جيد، عندنا رسم وعندنا عنوان. إذن عناصر الغلاف هي الرسم وعنوان القصة. أي رسم نرى هنا على الغلاف؟ أرنب. جيد جدا، هذا أرنب. ما هذا؟ ممتاز. هل تعلمون؟ هذا الأرنب اسمه أرنوب. إذن هذه القصة تخبرنا عن أرنوب. انظروا هنا عنوان القصة. أين كتبنا العنوان؟ هل كتبنا العنوان من تحت؟ كلا، العنوان من فوق. نكتب عنوان القصة من فوق. هذه القصة تخبرنا عن أرنوب. إذن عنوان القصة أرنوب في صف. نقرأ مرة ثانية، أرنوب في صف. الآن سنلعب لعبة. أين هو أرنوب؟ جيد، هذا أرنوب. أين هو عنوان القصة؟ ممتاز، هذا عنوان القصة. وما هو عنوان القصة؟ جيد، عنوان القصة أرنوب في صف. لنقرأ معا، أرنوب في صف. جيد، الآن سننتقل إلى الشاشة لنتعرف على نشاط جديد. انظروا إلى غلاف القصة. هل كل العناصر موجودة؟ جيد، ينقص العنوان. أين نضع عنوان القصة؟ دلوني على المكان عنوان القصة. جيد، هنا عنوان القصة. إذن تقول التعليمة أضغطوا على المكان المناسب للعنوان في الغلاف. أين سنضع العنوان إذن؟ من فوق. جيد جدا، نضع الإصبع على مكان العنوان. أحسنتم، والآن سنطبق القصيمة. نأخذ دفتر القصائم من كتاب عقود الحروف. نفتح على الصفحة 4 ونقرأ التعليمة. تقول التعليمة ألصقوا عنوان القصة في المكان المناسب من الغلاف. أين يجب أن ألصق العنوان؟ جيد، من فوق. إذن ألصقوا عنوان القصة من فوق على الغلاف. ولكن أين هو عنوان القصة؟ انظروا، عنوان القصة في ملصقات. سنفتح عند الملصقات، أفتش عن عنوان القصة. هذا هو عنوان القصة. ما هو العنوان؟ أرنوب في صف. سأنزع عنوان القصة وألصقه في مكانه المناسب على الغلاف. لاحقا ستنجزون هذه القصيمة مع أهلكم. والآن إلى اللقاء.